واحنا بنتكلم بقى عن النجوم البارزين في هذه اللعبه، ما ينفعش نكون بنتكلم على السكواش وما يكونش معانا واحد من ابرز رموز هذه اللعبه المميزين، كابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكواش. صباح الخير عليك يا كابتن. صباح الخير، اهلا وسهلا، وصباح الخير على الساده المشاهدين، وصباح الخير على استاذ عاصم خليفه وعلى الجميع. يا اهلا بحضرتك. في البدايه طبعا بنبارك لك على هذا الانجاز، لكن هذا الانجاز طبعا اللي حققه وادي دجله نصيب الاسد من الميداليات، ازاي قدرنا نصل لهذا الانجاز الكبير؟ ازاي قدرنا نصنعه؟ الدوافع اللي كانت عندنا في البدايه عشان نصنع هذا الانجاز الكبير؟ والله يعني انا في الحقيقه يعني طبعا الحمد لله طبعا وادي دجله حققوا 11 مركز في دور قبل النهائي، بس انا حابب اتكلم اكتر عن اللاعبين المصريين بشكل عام. يمكن مصر حققت انجاز في البطوله دي، يمكن ما فيش بلد في العالم حققته قبل كده، ولا حتى المنتخب المصري حقق الانجاز ده قبل كده، ان احنا نحقق 10 مراكز، مركز اول من 10 مراكز، فده يمكن حاجه يمكن يعني هتخش في التاريخ، وصعب جدا على اي بلد ثانيه مهما حصل ومهما حصل دعم من بلاد الثانيه، ما اعتقدش خالص ان في بلد هتحقق 10 مراكز من 10 مراكز. فانا الحقيقه فخور جدا بالانجاز ده، وده يحسب طبعا الانجاز ده يحسب لناس كتير جدا، يعني يحسب لوزاره الشباب والرياضه، لاتحاد السكواش، للانديه، لاولياء الامور اللي بتتعب جامد جدا مع اولادهم، للمدربين المصريين ان هم لسه لازالوا موجودين في مصر ولسه بيشتغلوا بضمير. فيمكن الحمد لله زي ما قلت لك انا فخور جدا وسعيد جدا بالانجاز ده. يعني الاحتكاك حاجه مهمه جدا يا كابتن، وبتبقى مكلفه جدا. اعتقد ان اللاعبين في الفتره اللي فاتت بالذات في الاكاديميه يمكن احتكوا كتير، وكان في مجموعه من الجوائز اللي ساعدت انهم يعني يقدروا يحتكوا اكتر، يمكن كان في تذاكر طيران، كان في حاجات تساعد اكتر على الاحتكاك عشان نوصل للمستوى المشرف ده. طبعا الاحتكاك عامل اساسي في رياضه السكواش، وده يمكن اللي بيميز اللعيبه المصريين عن اللعيبه الاجانب اللي بره، ان احنا عندنا جدول مسابقات الحقيقه الاتحاد السكواش حاطه بقاله سنين كتير جدا، بيميز الحته دي عن بقيه الدول. عندنا يمكن 15 بطوله محليه، كل بطوله بيشارك فيها حوالي 1500 لاعب ولاعبه، فيمكن ده بيزود الاحتكاك جامد جدا للعيبه، وبيديهم خبرات وبيحطهم تحت ضغط عصبي معين، بحيث ان هم لما يسافروا بطولات دوليه بيبقوا فارقين جدا عن اللعيبه الاجانب، وبيبقوا عندهم الحته اللي فارقه عن بقيه اللاعبين. فدي يمكن حاجه مهمه جدا للاحتكاك. الاحتكاك الخارجي برضو مهم جدا، بالذات طبعا في الوقت الحالي بيتطلب دعم كبير جدا برضو، لان طبعا زي ما حضرتك عارفه الفرق العمله وفرق المصاريف والتذاكر بقت غاليه جدا دلوقتي، فما بقاش الموضوع سهل ان احنا نقدر نسافر بطولات دوليه بشكل مستمر. لكن زي ما بقول لك الجدول المسابقات المحلي يعني بيغني عن ان احنا نسافر بره. طيب ده يخلينا نسالك يا كابتن كريم عن نظره الاتحاد الدولي لهذه اللعبه في مصر، عن مستوى اللعبه في مصر. الحقيقه الاتحاد الدولي يعني ما بيقدرش يعمل اي حاجه وياخد اي قرار من غير ما يرجع لمصر، يعني لان مصر زي ما انتم عارفين هي البلد الرائده في رياضه السكواش، فاي قرار او اي حاجه لتطوير اللعبه اي اول بلد احنا بنتواصل معاها هي مصر من خلال الاتحاد المصري للسكواش. فزي ما بقول لك واحنا كاتحاد دولي شايفين ان التجربه اللي بتحصل في مصر وحصلت في مصر نفسنا ان احنا نكررها في باقي الدول، علشان نفسنا ان يبقى عندنا دول كتير جدا بتمارس السكواش وعندهم منافسات زي اللي موجوده في مصر وعندهم ابطال زي اللي موجودين في مصر. يمكن دايما بنستشير الاتحاد المصري على الخطه اللي هم بيحطوها وازاي ان هم يقدروا يساعدوا البلاد اللي لسه بتنمو في لعبه السكواش، والحقيقه ما بيتاخروش على الجزئيه دي، ودي حاجه طبعا مهمه جدا ان احنا نستشير الاتحاد المصري يعني. طيب هل نقدر نقول ان في فرصه يقوم بها الاتحاد الدولي او لدعم الاتحاد علشان اللعيبه تقدر تسافر اكتر وتقدر تحتك اكتر؟ الحقيقه الاتحاد الدولي يعني مش دوره ان هو يساهم في السفريات او يدوره ان هو يرعى البطولات وكده، يعني دور الاتحاد الدولي ان احنا بننظم بطولات في بلاد جديده، بنحاول ان احنا ننشر اللعبه في بلاد جديده. لكن طبعا الدور ده طبعا دور القطاع الخاص المصري ده دور مهم جدا، والحقيقه في شركات وبنوك حاليا في مصر ما بتتاخرش عن دعم السكواش المصري ودعم الاتحاد المصري. فالحقيقه انا نفسي اشوف التجارب دي تتكرر، وان يبقى في دعم اكبر من القطاع الخاص بجانب طبعا الدعم الحكومي،
لان في اي بلد في العالم صعب جدا الاتحاد او الوزاره هي اللي تدعم الرياضه بس، لازم القطاع الخاص يكون ليه دور كبير. والحقيقه انا شفت الفتره الاخيره القطاع الخاص ليه دور مهم قوي في الرياضه عموما والسكواش بشكل خاص، واتمنى الموضوع ده يزيد ان شاء الله. اكيد كل الشكر ليك الكابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكواش، شكرا جزيلا لوجودك.